استاذ رضا هلال الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون العربيه. مساء الخير. مساء النور استاذ رضا. يعني يبدو من تحركات مصر الاخيره انها يعني بقت تتحرى مصلحتها بشكل واضح وقوي ولا تنتظر على اي قضايا يمكن منها مش هقول الاضرار لكن تاخير مصلحه من مصالح مصر. هل هناك يعني ما هو بعد الكلام الإعلامي العادي اللي هو جهود سبل تعزيز العلاقات وما إلى ذلك، هل هناك نتائج محددة لزيارة السيد الرئيس للإمارات ظهرت حتى الآن أم أننا نحتاج لمزيد من الوقت؟ بالتأكيد العلاقات المصرية الإماراتية كل يوم في نمو ونمو مضطرد وزيادة. يعني حقيقة أنا متابع للشأن المصري الإماراتي منذ أكثر من 20 سنة وأكثر من ذلك يمكن 25 سنة. هي الآن في أوجها وقوتها وفي أعلى مستوى لها. كنا في وقت سابق بنقول أن العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى والصعيد السياسي هي أعلى مستوى، ولكن لا يواكبها هذا النمو وهذا التحسن في العلاقات الاقتصادية. ولكن الآن أستطيع أن أقول أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات حاليا تقدمت كثيرا وكثيرا جدا وأصبحت في أعلى مستوياتها، بدليل أن خلال السنتين الأخيرتين الإمارات ضخت في السوق المصري ما يزيد. أنا يعني من خلال متابعتي يعني سأتجاوز الأرقام الرسمية اللي هي صدرت، وإن كانت الأرقام الرسمية أيضا أرقام جيدة ولكنها لا تعبر عن الواقع بشكل حقيقي. هي الآن تزيد على أو تقترب من 10 مليار دولار استثمارات دخلت في شتى المجالات. هل في فندم في رأي سعادتك أي عقبة اقتصادية حالية تواجه هذه العلاقات في أي صفقة في أي شيء؟ يعني احنا عارفين ان الإمارات حطت 30 مليار دولار في تركيا برضو عشان تنعش الاقتصاد، وهي طبعا دولة صديقة ووقفت جنب مصر كتير وتعمل برضو على مصالح كثيرة لها ولنا طبعا، يعني وده المعنى الحقيقي للسياسة. لكن هل في شيء اقتصادي ما معطل أو نتوقع انفراج له بعد هذه الزيارة أو أخبار جديدة عن استثمار جديد أو ما شابه؟ تتميز العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية بأنها دائما ما تجد حلول سريعة ومباشرة، وخصوصا أن العلاقة بين الرئيسين صحيح عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات علاقة قوية صحيح وتقترب من أو نقدر نطلق عليها أنهما الصديقان. فده بيعالج الكثير من المعوقات ويخلينا نتجاوزها بشكل إيجابي. أما المقارنة بين الحالة التركية والحالة المصرية في ضخ الاستثمارات الكثيرة، الإمارات من الدول التي لها استثمارات ليس في تركيا فقط ولكن استثماراتها في كثير من دول العالم. تمام. وهذا عائد عندما نقول أنها في تركيا 30 مليار أو أكثر، ونقول في المغرب أنها أكثر من ذلك بكثير، أو في الجزائر أو إلى آخره. هذا عائد إلى قوانين، إحنا محتاجين أيضا ثورة في القوانين. القوانين القديمة التي تحكم بيئة الاستثمار في مصر محتاجة إلى نظرة، ونظرة شاملة ومن متخصصين، وسرعة كذلك في تطويرها وتحسينها، لأنها هي مناخ الاستثمار تكاد تكون العائق الأول في تعطيل عجلة الاستثمار، ليس على الإمارات فحسب وإنما على كل دول العالم. بشكرك يا فندم جدا أستاذ رضا هلال الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون العربية، وقد تفرج الأيام القليلة القريبة القادمة عن نتائج أكبر مما نعرفه عن هذه الزيارة.